نظرا لكوننا نستخدم هذا الاختراع العظيم الانترنت يوميا، فمن اللائق ان نتحدث عن مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية والتعرف على سيرة حياته. لكن قبل الدخول بتفاصيل حياة هذا الرجل المبدع، يجدر بنا ان نتكلم قليلا عن هذا الاختراع. فالشبكة العنكبوتية، او كما تدعى احيانا بالويب، هي عبارة عن نظام عالمي يعمل عن نظام طريق الانترنت ليربط المستندات ببعضها البعض، او بتعبير اخر يمكن القول انها عبارة عن مجموعة كبيرة من المستندات الفائقة التي تتضمن وسائط مختلفة. وهناك خطأ شاسع متداول يقوم به الكثير من المستخدمين عندما يوحدون بين مفهوم الانترنت والشبكة العالمية، الا ان الانترنت في حقيقة الأمر هو عبارة عن شبكة ضخمة من الحواسيب المرتبطة مع بعضها البعض عن طريق الأسلاك، بينما الويب هو أحد الخدمات التي يمكن استخدامها عن طريق الإنترنت، شأنها شأن البريد الإلكتروني أو خدمات التخزين السحابية. ويستطيع المستخدم من خلال متصفحات الويب أن يستعمل هذه الخدمة ويحصل على كم هائل من المعلومات، كأن يقرأ مثلا عن مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية. يعزى هذا الاختراع الثوري للمهندس وعالم الحواسيب الإنجليزي تيم بيرنردلي، فبينما كان يعمل في معهد سيرن الأوروبي للفيزياء كمهندس ومستشار، ركز تيم جل اهتمامه على أنظمة التحكم وأنظمة تجميع البيانات العالمية والنظم السريعة. وبدأت عنده فكرة الشبكة العنكبوتية تلمع في ذهنه، ليقترح في صيف 1989 مشروع النص العالمي المترابط، والذي سيعرف فيما بعد بالويب. وأخذ المشروع يسير قدما ليتم إطلاقه بالنهاية على الإنترنت في صيف 1991، ليصبح تيم مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية. أسهم تيم إلى جانب اختراعه العظيم هذا بكتابة أول مزود للويب وبناء أساس أول متصفح للإنترنت، كما كان أول قسما كبيرا من وقته لمجال تصميم وتطوير الويب، لينال إثر ذلك جائزة مبتكر العام لسنة 1995، ولتتوالى عليه الجوائز تباعا بعد ذلك. وقد عمل مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية بعد ذلك مع العديد من المعاهد والجامعات المرموقة، كما تعامل مع عدة منظمات وفرق من مختلف أنحاء العالم. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.